اوعى تفتكر ان وضعك زي وضعهم، ولا ان الكلام اللي قاله علي ينفع يتطبق علينا. ليه ما نحاولش يا مريم؟ نحاول في ايه؟ ومهما كان المشاكل اللي بينهم فهي تحت بند خلافات المتجوزين، خلافات المخطوبين. لكن انت، انت خاين وقليل الاصل، فاهم؟ في فرق كبير قوي، فرق كبير قوي. انا فعلا غلطت. شوفي اللي يرضيك وانا هعمله لك. اللي يرضيني اننا نتطلق. تخربي البيت عشان لحظه زعل؟ عشان لحظه فوقان. وانا مش بخرب البيت، انا بشتري حياتي. طب اديني فرصه اتكلم واشرح موقفي من غير ما تبقي متحفزه ليا. يمكن تسامحيني. مريم، اللي بينا كبير ويستاهل. عارف الناس الطيبه اللي بتسامح بسرعه، اللي مش بتمشي، اللي بترجع تحب زي الاول، الناس اللي مش بتحتاج تصالحهم لما يزعلوا عشان انت ضامن ومتاكد ان هم بيحبوك، وانك مهما عملت مش هيمشوا، اللي بيخترعوا لك 100 عذر عشان تفضل موجود في حياتهم من كتر ما بيحبوك، بيدوروا على اي رصيد ليك عندهم عشان يحافظوا على حبهم ليك. الطرف التاني في العلاقه دي بيبطل يبذل اي مجهود لانه بيبقى ضامن وجودك في حياته ومتاكد انك مش هتمشي. الناس دي لما بتقرر تمشي مش بترجع، وانا اكتشفت اني من الناس دول. على قد ما بحب على قد ما بقفل، وانت رصيدك خلص خلاص، رصيدك جوه قلبي خلص، وكل الحب اللي انت كنت مسنود عليه خلص يا سليم. عندك حق في كل كلمة قلتيها مريم. انت طول عمرك احسن مني، خليكي كده كمان مراتي. حدد ميعاد مع المأذون في اقرب فرصة، كلمني بلغني بالميعاد. ما قدرتش اسامح المرة دي، اني ابقى شك حاجة واشوف بعيني حاجة تانية خالص. انا حقيقي اتوجعت. يمكن دايما كنت بحاول ابقى عاقلة وادي فرص واسامح عشان احافظ على سليم وعلى البيت، بس مش عارفة اذا كان ده صح ولا غلط، ولا اني اديت له فرص كتير هو اللي وصلنا للي احنا فيه ده النهارده. انا لسه بحب سليم، بس الصح انا لازم ابعد علشاني وعشانه. انا محتاجه اراجع حساباتي كلها، وهو محتاج يخسرني عشان يحس بقيمتي. هيحصل ايه بكره؟ معرفش، بس الاكيد إن دلوقتي ما كانش ينفع غير إن أتطلق.